السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. نبدأ قصيرة عن البيت المحمي لزراعة الطماطم في مخدات الكوكوبيت. تقريبا بعد مرور أسبوعين على زرع شتلات الطماطم لمختلف أنواع منها، هذه هي مخدات الكوكوبيت. يتم السقي عن طريق قياس الرطوبة بهذا الجهاز، والذي يتحكم في عملية ضخ المحلول المغذي. يعني هناك نمو شبه ملحوظ بعد تقريبا أسبوعين من زراعة الطماطم بشتى أنواعها في مخدة الكوكوبيت. كل مخدة فيها تقريبا متر، أضع بها شتلتين طماطم. وهذا شكلها.